السلام عليكم. المهم اليوم غادي نشوف واحد اللوجيل اللي كينقص علينا بزاف ديال الخدمه اللي كنا غادي نديروها عن طريق بزاف ديال لي فونكسيون. هاد اللوجيل هذا اللي عندنا اللي كيتسمى طابلو كروازي ديناميك، تنقول الوظيفه ديالو يختصر ديك الخدمه اللي علينا ونفس الوقت يدير الخدمه كامله، فهمت؟ يعني بحال زعما حنا كنعطيوه لي دوني وكيتكلفنا بلي زانفورماسيون. اول حاجه كنديروها شنو هي؟ كنمشيو كنسيليكسيونيو الطابلو كامل ديالنا، من بعد كنديرو انسيرسيون كنتكيو عليها، من بعد كنديرو داك هو الطابلو كرواز ديناميك كنتكيو عليه، من بعد اما عندنا الاختيار اما نخليو في هاد الصفحه اللي غيطلع لنا الطابلو كرواز ديناميك ولا نديرو صفحه جديده. احسن نديرو صفحه جديده ديال الطابلو كرواز ديناميك ولا في ديال لاسورس ديالنا، وبغينا نعرفو مثلا لاسوم ديال البيوت اللي تماركاو لينا هنايا. تو سامبلومون غادي نرجعو للطابلو كروازي ديناميك ديالنا، ما غادي نديرو لا قاعده لا والو، كليك لو بوت وغادي نجليسيه في لي فالور. من بعد يطلع لنا لاسوم ديال لو بوت بار ديفو. من طلع لنا بار ديفو مثلا بغينا نبدلو هذيك لاسوم، نبدلوها نديرو مثلا نمشيو للي فالور، غادي نتكي عليها غادي نبرك هذيك الليبل تحتانية، غندير مثلا الماكس. ما غندير الماكس طلع لي عاوتاني بار ديفو، انا طلعوا لي اعلى بيوتات مركا، يعني دي هي الماكس البيوت اللي عندنا. منين غادي نرجعوا للسورس ديالنا، طبيعة الحال نلقاو اعلى بيوتات مركا هما 500. مثلا بغيت نبدل من الماكس للمين، غادي نمشي للفالور غيطلع لي هادي، غادي نبرك على مين اوتوماتيكمون غيطلع البيوت اللي عندنا. ملي غنرجع للسورس غادي نلقى لي مين البيوت اللي عندنا 120 نيت. غادي نشدو هاد لي نون وغادي نحطوهم مع فليلين، ونشدو عشان لي بوت نحطوهم في لي فالور. كيطلع لنا هاد الطابلو هذا، عندنا لو شوا، اما نخليهم ما نبدلوهم عاوتاني نديرهم في لي كولون على حسب الاختيار، ومن احسن نخليهم في لي احسن يبان الطابلو مزيان. دابا غادي نزيدو لي فيل، نحطو هاد لي فيل غنهزوها نحطوها نحطوها بلاصه لي كولون، يطلع لنا هاد الطابلو هذا. يعني باش نفهموا هاد الطابلو مزيان شنو عندنا، مثلا كما كتشوفوا عندنا بوعزي مركا 240 بيت، والمدينه ديالو هي العلوي. دابا مثلا نزيدو السبور، عندنا في ليكزامبل الاول مثلا العيساوي في الفوت مركا 203 ديال لي بوت، هذا اللي مركا العيساوي. وعندنا عاوتاني بوعزي في الهوند مركا 240 ديال لي بوت في الهوند. باش ما تدخلوش الاخوان، راني قطعت الفيديو وخليت غير السبور والاسماء ولي بوت اللي تمركاو باش ما تدخلوش. من بعد كما كتشوفوا عندنا ديك اليمين، مثلا ديك اليمين غنحيدها وندير الصوم كما كتشوفوا، كما القاعدة قبيلة هاهما لي صوم ديال البيوت اللي تمركا، باش تفهمو مزيان. بقات لنا الاخوان اخر مرحلة، هي مرحلة ديال لي جراف. دو مثلا غادي نمشيو ونعزلو السبور، غادي نحيدوه، غادي نشدو هداك لي نون، غادي نجليسيهم بلاصة لي لين، غيطلع لنا الطابلو هو هذا. من بعد غادي نسيليكسيونيو الطابلو كامل، غادي نمشيو لانسيرسيون، غادي نمشيو بلاصة لي جراف. كاين عندنا هنا مثلا لي كولون لي لين، حنا غادي نعزلو السيركل، غادي نسكيو اوكي، غيطلع لنا هو الجراف ديالنا اللي عندنا. من بعد الاخوان غادي نمشيو لديك لي فالور عاوتاني، غادي نحيدو ديك لاسوم وغنديرو افريج. افريج هي موين، يطلع لنا هو الجراف ديال الموين اللي عندنا، وحتى في الطابلو راه كيطلع لكم تما داك هو الموين ديال لي بوت اللي كاين عندنا. من بعد لا بغينا نبدلو الستيل ديال الجراف اللي عندنا، مثلا نزلو هذا، من بعد عاوتاني نتكيو على لي كولور، نزلو مثلا هاد الستيل ديال لي كولور، اي فوالا هذا هو الجراف ديالنا. نتمنى تكون اتضحت لكم شوية الفكرة على الطابلو كروازي ديناميك، ونتلقى